نحن ان شاء الله هي هالفتره اللي حاصرنا فيها لفتره زمنيه طويله الحمد لله ما اثرت فينا، ولكن نحن اليوم بسواعد الاخوه الثوار الاحرار باذن الله تعالى يدكون معاقل النظام، وان شاء الله هي سيفتحون لنا الطريق على مصراعيه، ونحن كهون سكان المنطقه الشرقيه لن نتخلى عن ارضنا، وسنبقى مهما طال الزمن من الحصار باذن الله تعالى سنتفوق عليهم بارادتنا وفي ديننا. المعارك حلب باذن الله منصورين نحن، وحلب لتتحرر بالكامل، وصامدين لان نحن منصورين، معنا الحق ومعكم الباطل. والطريق بده يفتح، نقول وين بنقول له؟ وحلب ان ما للروس ولا لايران ولا للصين ولا للمرتزقه. حلب ان نحن باقين هون وصامدين غصب عنك وعن ايران وعن روسيا، وصامدين وصامدين، وان شاء الله المعارك هلا بدنا نفك الحصار، وبدنا نبعث لك باصات الخضر لعندك نعبيكم انتو، مو بدنا تعبينا النا، بدنا نعبيكم الكم ان شاء الله باذن الله. طبعا نحن نتوجه جزيل الشكر لجيش الفتح وللثوار المجاهدين اللي حالياً بحاولوا يفكوا الحصار عن مدينة حلب، وإن شاء الله الله راح يمكنهم، لأنهم في 400 ألف واحد مدني موجودين في داخل مدينة حلب المحاصرة. طبعاً هي أنا يعني لازم ما لازم نسميهم محاصرة، لا هدول باينين بإرادتهم، هاي أرض أردن ما راح يتركوها للإيراني ولا للروسي، وإن شاء الله لو فك الحصار هدول شعب حلب الصامدين بإذن الله باقين حتى إن شاء الله تحرير كامل أتراب سوريا إن شاء الله. نحن هون بمدينة حلب صامدين وصابرين بإذن الله تعالى، ونستنى دخول الثوار لمدينة حلب وكسر الحصار، مو بس كسر الحصار، تحرير مدينة حلب بشكل كامل، وإن شاء الله الله يجمعنا فيهم هون عن قريب ونلم شملنا كليتنا مع بعض بإذن الله تعالى.